الصناعي الجمعوي والمنسق العام للاتحادات والتنسيقيات والفيدراليات لهذا اليوم الدراسي اللي انتم حاضرين اليوم ديالو ان شاء الله. كنتمنوا انه باش يخرج بالمخرجات والتوصيات تخدموا المصلحه ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني وتخدموا المدينه وتخدموا التنميه. الفكره ديال تنظيم هذا اللقاء الدراسي حول الادوار الدستوريه الجديده ودورها في صنع القرارات المحليه هي جات بناء على واحد العدد ديال النصوص القانونيه، واحد العدد ديال الاشياء اللي كتهم السير ديال الجمعيات المجتمع المدني في المدينه هي نسبيا غائبه عن الجمعيات وما حاضراش في ذهنهم وما حاضراش في مواكبه عملهم وما حاضراش حتى في التدبير والتسيير ديال جمعياتهم. ولذلك فكروا الاتحادات التنسيقيات على اساس انهم ينظموا هذا اليوم الدراسي اللي يحضروا ليه مجموعه من الاساتذه المتخصصين باش يوضعوا او يطرحوا القضايا الكبرى ديال ما جاء في الدستور الجديد ديال 2011 واللي غادي يكون هو ارضيه ديال واحد الورشات اللي بنية طبعا على الفكرة العامة ديال الأدوار الدستورية الجديدة، ولكن هي مفصلة عن ما كيهم الجمعيات من الحاجيات من الشراكات والتعاون من الرهانات اللي كتنتظر جمعيات المجتمع المدني باش نلقاو بالمستوى المجتمع المدني وباش ما يبقاوش الجمعيات ديال المجتمع المدني يعني كينظروا واحد النظرة اللي هي قريبة جدا واللي كيمكن كتدفع بالجهات المسؤولة الوصية على المجتمع انهم ينظروا لهم واحد النظرة اللي دونية لان جمعيات المجتمع المدني ما عارفينش اش عليهم وما عليهم، لان راه كاين الواجبات لكن كاين الحقوق ولكن في نفس الوقت كاين الواجبات. نحن في هذا اليوم الدراسي نؤكد على الواجبات، واجبنا احنا كمجتمع مدني في المنظور ديالنا للمجتمع المدني، في المنظور ديالنا للمدينه ديالنا، في المنظور ديالنا للمؤسسات المنتخبه اللي كنحترموها، في المصالح الخارجيه اللي عندنا اللي كنتمنى انه باش تكون بيناتنا واحد شراكه دائمه ومستديمه وتكون واحد التعاون بيناتنا خدمه للمصلحه العامه اللي هي المصلحه ديال مدينة بونيتيرا بشكل خاص والوطن بشكل عام. ولذلك كنتمنى انه يكون هذا اليوم هو لبنة أساسية اللي كتجمع كل الجمعيات ديال المجتمع المدني وكيف لاحظتوا كاين واحد الحضور اللي هو يعني طيب جدا ما يفوق من واحد 160 جمعية، ما سبقش لهم أنهم اجتمعوا كلمة باش يناقشوا القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية والقضايا المهمة اللي كيتخبط فيها البلد اللي كيتخبط فيها المدينة واللي كيتخبط فيها الجمعيات ديال المجتمع المدني. شكرا لكم جسم صحفي اللي كيواكب هذا اليوم الدراسي، وشكرا على المقابله وشكرا على اتعابكم. شكرا.